أكيد تعرف ألفريد نوبل وتعرف قصته المشهورة، مخترع الديناميت اللي أوصى بعد مماته بجوائز باسمه تقدم من ثروته للي قدم شيء جديد ومفيد للبشرية. كلنا تقريبا يعرف القصة دي والراجل ده، لكن مش كتير اللي بيركز على إخوات ألفريد نوبل، ودول بقى كانوا لا يقلوا أهمية عنه بسبب اللي عملوه. إخواته دول واحد فيهم كان اسمه روبرت نوبل والتاني اسمه لودفيك نوبل، والاتنين كانوا مهتمين بالنفط ومن أوائل الناس اللي اهتمت بالنفط المكتشف حديثا في أذربيجان في باكو، واللي كان وقتها كان نفط عالي الجودة مقارنة بالنفط الأمريكي أو أي نفط تاني. فعملوا شركة لإنتاج النفط، والشركة دي كبرت وكبرت معاها المنطقة دي كلها، منطقة باكو بالنفط اللي فيها. وفجأة أصبحت أذربيجان كلها بتنتج نصف إنتاج العالم من النفط على بدايات سنة 1900 ميلاديا، وكل ده كان أحد أسبابه إخوات ألفريد نوبل. بس زي ما نفط باكو كان نعمة، كان برضو في نفس الوقت نقمة، لأن النفط ده ووجوده في المنطقة دي من العالم أظهر مطامع ورغبات وصراعات من قبل الدول العظمى للسيطرة على النفط ده. وواحدة من الدول دي كانت ألمانيا النازية، الدولة اللي عملت المستحيل للوصول إلى باكو، واللي كانت آخر أمل لهتلر لفرض السيادة الكاملة على أوروبا. لكن حصلت حاجات كتيرة قوي في سعي هتلر لنفط باكو ده غيرت من شكل العالم وشكل الحرب العالمية التانية. فإيه بقى اللي حصل؟ وهل هتلر قدر إن هو ياخد نفط باكو ده ولا لأ؟ وليه كان محتاجه رغم إن كان عنده صناعة قائمة للنفط المصنع في المعامل وكان إنتاجه جيد؟ كمان إزاي السوفييت كانوا على أعتاب الانهيار وضياع ثروات النفط دي منهم؟ وكمان إيه اللي حصل لشركة أي جي فاربن والنفط المصنع في المعامل اللي اتكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت؟ هو ده اللي هنحاول إن شاء الله نعرفه في حلقة النهاردة. فسريعا كوباية القهوة بتاعتك وركز معي. We must continue to have peace, and we can if we continue to show firmness and strength to the communist world. Новые аппараты управления, дистанция, резкие конденсации. Gib du jetzt eine Stimme ab? Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten. طيب اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن النفط المصنع في المعامل من الفحم ودور شركة اي جي فاربن في الحوار ده، وازاي انهم اعطوا لهتلر كل ما يريدوا تقريبا لبدء الحرب العالمية التانية. وانهينا الحلقة دي عند بدايات الحرب، وهتلاقي ان شاء الله فيها معلومات جميلة جدا، ولو ما شفتهاش فعادي كمل معايا حلقة النهاردة، بس لازم ترجع بعد الحلقة دي تشوف الحلقة الاولى علشان الصورة الكاملة لفكرة النفط المصنع في المعامل ده واهمية النفط في الحرب العالمية التانية توضح معاك، فابقى ارجع لي الحلقة الاولانية. طيب احنا دلوقتي على اعتاب الحرب العالمية التانية سنة 1939. في الوقت ده كانت سياسة هتلر في ملف الطاقة محقق نجاح كبير جدا، يعني على مستوى النفط الخام اللي نعرفه ده، فهتلاقي ان على سنة 39 بلغ الانتاج السنوي من النفط الخام تقريبا 600,000 طن، وده بعد ما كان الرقم ده 230,000 طن سنة 32. وعلى مستوى النفط المصنع من الفحم، فبحلول سنة 39 كان انتاج النفط المصنع ده وصل لمليون ونصف طن بعد ما كان 100,000 طن فقط سنويا بينتج سنة 32. والنفط المصنع ده أصبح دلوقتي بيمثل 46% من إجمالي إمدادات النفط لألمانيا. يعني المفروض بقى دلوقتي إن ما يبقاش في أي مشكلة لألمانيا في ملف النفط والطاقة، صح؟ هقولك صح لو ألمانيا ما دخلتش في حرب، لكن مع سيطرة ألمانيا على النمسا وتشيكوسلوفاكيا وبعد كده بداية الحرب العالمية الثانية مع غزو بولندا، كل ده تطلب نفط زيادة، وده كان أعلى من إمكانياتهم، وده اللي قالته وزارة الاقتصاد الألمانية في 1 أكتوبر سنة 39، إن وقود الطائرات والمركبات في ألمانيا ما كانش يكفي فقط لأربع شهور ونصف. هنا أنت هتقولي طيب ما يبنوا مصانع نفط صناعي أكتر ويحلوا المشكلة، مش أنت بتقول إنهم جامدين قوي في صناعة النفط
من الفحم؟ هقولك ده صعب، لأن تكنولوجيا النفط المصنع دي معقدة جدا في بنائها وبتاخد وقت كبير، وفوق كل ده بناء المصانع دي نفسها ما كانش رخيص. المصنع الواحد كان ممكن يكلف في حدود 75 مليون دولار، يعني يسوى حاليا بفلوسنا 1.6 مليار دولار لمصنع واحد، وكمان في قلب الحرب والقصف، فيعني العملية مش جايبة همها وهتبقى خسائر كبيرة جدا. فالنفط المصنع من الفحم فاد ألمانيا فقط قبل الحرب، واداهم اللي هم محتاجينه علشان يبدأوا الحرب فقط. لكن لو ألمانيا عايزة تكمل في الحرب دي، يبقى مفيش حل غير ان ألمانيا تستورد نفط خام وبسرعة. واكبر مصدري النفط الخام في الوقت ده هم امريكا وفنزويلا، وبعدين هتلاقي السوفييت ورومانيا والعراق وايران. ونظرا لموقع ألمانيا الحبيس نسبيا، فمن كل الدول دي ما كانش فيه غير رومانيا اللي ممكن ألمانيا تعتمد عليها في إمدادات النفط. فضغطت ألمانيا على جارتها رومانيا لزيادة صادراتها إليها من النفط سنة 1940، وعملت معاها اتفاقية النفط مقابل السلاح الألماني. وده لأن رومانيا في الوقت ده كانت بتحدث جيشها مخافة من الاتحاد السوفيتي والشيوعية، فراح أكتر من 60% من إنتاج رومانيا من النفط لألمانيا، وده بقى اللي مكن الألمان من استكمال الغزو في أوروبا. ففي يوم 9 أبريل سنة 1940 ألمانيا تغزو الدنمارك والنرويج، 10 مايو ألمانيا تغزو هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ، و14 يونيو ألمانيا تدخل باريس. تفتكر هتلر هيكتفي لحد كده؟ هقولك أبدا، هتلر لسه عنده شراهة أكتر للغزو والسيطرة. بس كده النفط المصنع ونفط رومانيا الخام كمان مش هيسدوا على كل التوسع ده ولا الاحتياجات المستقبلية. وخلي بالك من نقطة مهمة، إن كل الدول اللي وقعت تحت إيدين ألمانيا في الوقت ده لها احتياجات هي كمان من النفط، وألمانيا مسؤولة تكفي الاحتياجات دي كلها ليهم. هنا الألمان قعدوا يدوروا على حد يمدهم بالنفط ويكون قريب منهم، فما لقيوش غير الاتحاد السوفيتي اللي في سنة 1940-41 أنتج حوالي 34 مليون طن من النفط الخام، يعني تقريبا 11% من الإنتاج العالمي، و 85% من الرقم ده جاي من منطقة القوقاز، وتحديدا من مدينة باكو اللي وصل إنتاجها لوحدها 24 مليون طن، يعني قلب الطاقة السوفيتي موجود في المدينة دي. فلذلك بدأت ألمانيا الاستعداد لغزو موسكو. هتلر في الوقت ده كان مفكر ان كل الكلام ده سهل انه يتحقق، يعني من وجهة نظره كان شايف ان الاتحاد السوفيتي اضعف من انه يواجه ألمانيا اللي مسيطرة على غالبية اوروبا الان، ولو احنا دخلنا عليهم كألمانيا بالحرب الخاطفة زي ما عملنا في الدول اللي سيطرنا عليها ومع فرنسا تحديدا اللي وقعت بالحرب الخاطفة دي في 6 اسابيع، فالاتحاد السوفيتي هيقع مثلا في 10 اسابيع. فلذلك بدأت عملية بربروسا. هجم الألمان على السوفيت في 22 يونيو سنة 41، وهجموا ب 3 مليون رجل مع 3000 دبابة و 7000 قطعة مدفعية و 2500 طائرة و 625 ألف حصان. الحصانة كانت مهمة جدا، لأن ما كانش فيه بنية تحتية مناسبة في طريق الهجوم تستحمل المعدات الألمانية. عملية بربروسا كانت في الواقع أكبر وأقوى قوة غزو في تاريخ البشرية، وفعلا الألمان في البداية كانوا محققين مكاسب وتوسع كبير جدا، لدرجة انهم كانوا على بعد 30 كيلو متر فقط من الكرملين، وخلاص كانوا هيدخلوا. لكن الواضح ان الألمان استخفوا بالسوفييت وصمودهم، لأن الألمان ومخابراتهم كانوا مفكرين إن السوفييت لما هيواجهوا بنفس العدد بتاعهم تقريبا اللي هو 3 مليون فرد. لكن تفاجأ الألمان إن أعداد السوفييت مش بتنتهي، الألمان يقتلوا ويأسروا مليون ورا التاني من الروس وهم مش بينتهوا، لدرجة أنه تم قتل أو أسر ما بين 6-8 مليون من الاتحاد السوفيتي في السنة الأولى، ومع ذلك كان بينضم رجال جدد للقتال. حتى النساء والأطفال كانوا مشاركين في الحرب، الكل كان بيشتغل في المجهود الحربي. وهكذا بقى تحولت الحرب اللي كانت المفروض تاخد أقل من 10 أسابيع إلى شهور، وده أدى لنقص حاد في إمدادات النفط الألمانية. وبعد تعمق الألمان أكتر في الحرب أصبح في تأخر كبير في الإمدادات الباقية بقى اللي الجيش الألماني المحارب ده بيحتاجها، وكمان دخل عليهم فصل الشتاء،
فأصبحوا في طريق مسدود في عز البرد وسط الطين والوحل. وكمان ما تنساش سياسة الأرض المحروقة، السوفييت كانوا بيولعوا في كل حاجة ممكن الألمان كانوا يستخدموها بما في ذلك النفط والبنزين، فالوضع ده عطل الألمان جدا، والوقت ما كانش في صالح الألمان لكنه كان في صالح السوفييت اللي كانوا بيرتبوا صفوفهم من تاني ويرجعوا يصدوا الألمان. هنا وفي الوقت ده هتلر وبعض رجاله قالوا خلاص يعني بلاها موسكو دلوقتي، خلينا نركز على النفط ونتجه لمنطقة القوقاز باتجاه باكو. فاشتغلوا على كده عدة أشهر وأعدوا نفسهم وانطلقوا، وكانوا ناجحين جدا على منتصف أغسطس 42، وخلاص برضو يعني وصلوا لأبعد نقطة ممكنة، وكانوا على بعد 100 كيلو متر فقط من باكو، إلا أنهم توقفوا قبل ما يسيطروا على المدينة لأنهم مش قادرين بسبب صمود السوفييت وصعوبة التضاريس في المنطقة دي وعدم قدرة الجيش الألماني على تأمين الإمدادات بالسرعة المطلوبة. وكمان وسط كل ده يقرر هتلر تحويل القوات الألمانية دي للمشاركة في معارك أخرى زي معركة ستالينجراد، واللي كانت تعتبر أكثر أهمية استراتيجية من أي حاجة تانية. لكن في بداية فبراير 43 استسلم الألمان المحاصرون في ستالينجراد، ودي كانت أول هزيمة كبرى لألمانيا في أوروبا، ووقعها كان صعب جدا على هتلر والألمان اللي كانوا يعني دايسين على أوروبا كلها في الوقت ده. وبخسارتهم دي فشلت بقى الاستراتيجية الكبرى للحصول على نفط باكو. بس مش دي نهاية هتلر ولا ألمانيا النازية، لأن مع الهزيمة دي وعلى سنة 43 تحولت ألمانيا أكتر إلى إنتاج النفط المصنع من الفحم، فوصل الإنتاج إلى 131 ألف برميل يوميا، وده كان في بداية 44، ده ارتفاع من 72 ألف برميل يوميا سنة 39، يعني تقريبا ضعفنا كده الانتاج من النفط المصنع من الفحم. النفط المصنع ده اصبح بيزود المانيا ب 61% من احتياجاتها من النفط، اصبح بيزودها ب 92% من وقود الطائرات. وعلى سنة 44 كمان تمكنت المانيا من زيادة انتاج الطائرات والاسلحة والذخيرة بمقدار 3 اضعاف، وزيادة عدد الدبابات بمقدار 6 اضعاف. وكل ده كان بيحصل على الرغم من القصف القوي جدا من دول الحلفاء على كل مصانع الطائرات والأسلحة الألمانية، إلا أن الألمان كانوا مكملين وبيضعفوا إنتاجهم من الأسلحة زي ما أنت شايف. بس دول الحلفاء مش هينتظروا بقى المرة دي لحد ما هتلر يستعد أكتر، لذلك وبداية من 12 مايو 44 بدأ الحلفاء في قصف عنيف جدا لمصانع النفط الألمانية، وأول ما استهدفوا طبعا مصانع شركة آي جي فاربن صاحبة الإنتاج الأكبر من النفط المصنع. لك أن تتخيل أن في شهر مايو فقط الحلفاء قاموا بإلقاء 5146 طن من القنابل، ورغم كده كان الألمان ما بيهدوش، كانوا مع كل ضربة بيقوموا من تاني بجيش ضخم من العمال 350 ألف شخص يشتغلوا على الإصلاحات، فيرجع الحلفاء يضربوا من تاني، وهكذا بقى سلسلة الضرب والإصلاحات. الحلفاء في نهاية الحرب بعد سنة وصلت كمية القنابل اللي رموها على ألمانيا في السنة دي ل 216 ألف طن، دول كده اترموا على المنشآت الصناعية الألمانية ومصافي النفط، وده فعليا اللي أنهى على ألمانيا بعد كده، زي ما بيقول وزير التسليح والإنتاج الحربي ألبرت شبير لما قال إن الهجوم على مصانع النفط في 12 مايو 44 وما بعده ده كان أول ضربة قوية ضد ألمانيا، وبيقول إن كان مستحيل إنك تعيد إنشاء المصانع دي بسرعة لأن المصانع دي كانت حساسة جدا ومعقدة في بنائها. وحتى الحلفاء ما ادهمش فرصة إن هم يقوموا المصانع دي من تاني، ضربوا لهم كل خطوات إنتاج النفط المصنع، من بقى مناطق جمع الفحم كانت بتضرب، النقل والمواصلات بالسكك الحديدية كانت بتضرب، كل ده كان بيضرب باستمرار ليل نهار. فكانت النتيجة هي انخفاض إنتاج الوقود المصنع من 133 ألف برميل يوميا ل 5000 برميل يوميا في سبتمبر 44 لما فيش بعد كده في مارس 45. أما النفط الخام اللي كان جاي لهم بقى من رومانيا فالسوفييت استولوا عليه، فانتهى نفط هتلر للأبد وانتهت الحرب فعليا بتوقف النفط. في النهاية كل اللي حصل ده وكل اللي عمله هتلر من حرب وضحايا
كل ده كان أحد أسبابه هو وجود شركة آي جي فاربن وإنتاجها للنفط المصنع، واللي بدونه ما كانش هتلر قدر إن هو يقوم الحرب العالمية الثانية. وده للعلم مش مبالغة مننا، لا ده كلام الجنرال أيزنهاور اللي بقى بعد كده رئيس أمريكا، لما شكل لجنة للتحقيق وتوصلت إلى إن بدون آي جي فاربن بمرافق الإنتاج الضخمة وبحوثها وخبرتها الفنية المتنوعة فضلا عن قوتها الاقتصادية، لم تكن ألمانيا لتتمكن في سبتمبر 39 من بدء الحرب العالمية الثانية. فلذلك اقترح أيزنهاور تدمير جميع مصانع آي جي فاربن المستخدمة في إنتاج الأسلحة وكسر وضع الاحتكار بتاعها والاستيلاء على البرامج بتاعتها ومرافق البحث الخاصة بها. كل ده لازم يتفتت، وفعلا تم تفكيك الشركة دي وحكم على 13 من أعضاء مجلس إدارتها بالسجن لمدة طويلة، بس غالبيتهم تم العفو عنهم قبل ما تنتهي المدة دي. أما بالنسبة للعلماء فعدد كبير من التكنولوجيا وعدد أكبر من العلماء انتقلوا بعد كده لأمريكا، وعدد أقل منهم وقع تحت إيدين الاتحاد السوفيتي فتشحنوا كلهم شحن كده على موسكو، والمصانع تم تفكيكها هي كمان وشحنها، علشان من العلماء دول بقى ومن أفكارهم تبدأ الشرارة الأولى للحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي. وبس كده سيدي، دي كانت حكاية النهاردة، فقول لي رأيك في حلقة النهاردة واكتب لي تحت في التعليقات تحب ان احنا نتوسع في ايه بعد كده ان شاء الله في سلسلة الحروب. اكتب لي تحت رأيك في التعليقات، وشوف الحلقة الاولى هنا من جنبي هتلاقي في الحلقة دي معلومات كويسة جدا عن شركة آي جي فاربن تفرجك الصورة الكاملة لفكرة النفط المصنع ده، فشوفها من جنبي هنا واشوفك انا ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. شكرا.